رمضان كريم، هل يستحسن التبرع الشخصي أي الصدقات الشخصية ولا التبرع للجمعيات الخيرية سواء بالزكوات أو بالصدقات أو النذور حتى؟ لأن موضوع الجمعيات الخيرية الحقيقة يستقطب الاهتمام، وعندنا جهود تطوعية محترمة ومقدرة وفاعلة في الريف المصري وفي كثير من الأحياء البسيطة، هناك دائما يد خيرة موجودة. وطبعا قبل رمضان وأثناء رمضان في تحركات مهمة جدا للتحالف الخيري الموجود في مصر، وده تحالف مهم جدا جدا بيحوي أكتر من 30 جمعية، وأعتقد أن التحالف ده يستحق نظرة من مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في سياق الإجابة، هل يستحب التبرع للجمعيات الخيرية؟ تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اسمح لي، هذا السؤال الذي طرحته سيادتك يدعونا إلى أن نتكلم عن مقصود الشرع الشريف من حفظ المال. جميل. يعني هو يصب في الأحكام الشرعية التي أتى بها القرآن الكريم كمنظومة متكاملة لحماية المال ولحفظ المال ولدفع التهديدات التي تهدد المال وقاية وعلاجا. يعني الشرع الشريف قصد إلى حفظ المال قصدا، لأن المال هو عنوان الحياة، يعني لا يمكن أن المال طبعا مفهومه العام وليس مجرد النقود فقط، حتى الثروة تقصد الثروة المتكاملة من الأبنية وال العقارات كل المزارع الممتلكات كل ما هو موجود على وجه الأرض الموجودات، يعني هذا كله اندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما هو مخلوق وموجود على الأرض إنما قصد به أن ينتفع به الإنسان، وانتفاع الإنسان إنما يكون وفق مراد الخلافة التي استخلفها الله سبحانه وتعالى إياه في هذه الأرض، يعني يكون بقوانين وضوابط وأطر معينة، ليس الأمر منفلتا إنما هو منضبط لأجل أن يحقق أو أن تحقق هذه الثروة المملوكة للعالمين والمملوكة للخواص على وجه العموم، أن تحقق الغرض منها. ولذلك وجدنا بعض العلماء كما قيل، يعني الإمام الشوكاني جاب لنا مثال بسيط، يعني وقال بأنني تتبعت كل الكتب السماوية، يعني قرأ صحف إبراهيم وزبور داود والإنجيل سيدنا عيسى عليه السلام والتوراة سيدنا موسى وكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى وأمكنه أن يطلع عليه. قال قرأته، قرأ كل هذه الكتب، ووجد بأن هذه الكتب جميعا وهذه الشرائع جميعا تحمي المال، يعني لا توجد شريعة من هذه الشرائع تهمل هذا الجانب، تهمل هذا المال ولا تعطي له أحكاما، بل وجد أن حفظ المال موجود في كل الشرائع، بل وجد أن حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، قال هذه المقاصد الضرورية الخمسة اللي احنا بنقول هي مجمع عليها في الشريعة الإسلامية أو مجمع عليها، هي مجمع عليها أيضا بين الشرائع المختلفة التي نزلت على لسان الرسل الكرام وبلغوها للناس. حتى إنه يناقش مثلا قضية سليمان عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق، والمفسرون على أن فطفق مسحا بالسوق والأعناق لما يعني كما ورد في كتب التفسير، وإن كان طبعا هناك آراء لبعض العلماء المعاصرين بتقول لا مش مقصود هذه المسألة، لكن ورد عند المفسرين أنهم يقولون بأن هذا العرض الذي كان للخيل على سيدنا سليمان عليه السلام يعني جعله يسهو عن وقت صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب، فهذا أخر الصلاة عن وقتها. طيب ما ماذا سيفعل سيدنا سليمان عليه السلام؟
من هو يقول من الذي عطلني؟ هذا العرض عرض الخيول عليه عندما مرت. فقال إذن لابد أن يتقرب إلى ربه بهذه المسألة يعني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، بسوق الخيل وأعناق الخيل. ماذا فعل فيها؟ مختلف فيه بين المفسرين، منهم من يقول ذبحها، ومنهم من يقول لا هو لم يذبحها وإنما فقط مسحها، مسح عليها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، مسحا هكذا يعني يدل على أنه لا ينبغي أن هذا الأمر يعني يشغلني عن الصلاة مرة أخرى. لكن على القول بأن هو يقول يعني الشوكاني على القول بأنه ذبحها بالفعل، هل هذا يعد إتلافا للمال؟ وبناء على ذلك تكون شريعة سليمان، هو بيقول لك كل الشرائع جاءت لحماية المال ومنعت الاعتداء عليه. طيب شريعة سليمان لما طفق مسحا بالسوق والأعناق وعلى القول بأنه ذبح، هل أتلف المال؟ يرى بأنه لم يتلف المال حتى في، وإنما تقرب بهذه الخيول إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها وتوزيعها وهكذا. وناقش أيضا قضية شرب الخمر في ولاية الإسلام، وأن الإسلام لم يحرمه مرة واحدة وإنما حرمه بعد فترة في المدينة المنورة، يعني بعد أن تقريبا 13 سنة أو 14 سنة أو 13 ونص نزلت آيات القرآن الكريم: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهو يقول إذن شرب الخمر لم يكن محرما في بداية الإسلام، إذن الإسلام في فترة في الحقيقة ترك مادة معينة تؤثر على غياب العقل، ترك مادة مسكرة لم يحرمها بعد. فرد على هذا الكلام بأن لا، الإسلام من بداية الأمر قصد إلى تحريم الخمر، لكنه لم يصدر هذا البيان أو هذا الحكم إلا بعد أن تهيأت النفوس بالفعل لقبول هذا الحكم، لأنه لو أنه حرمها في البداية لم يقبل الناس على تنفيذ هذا المطلوب الشرعي وظلوا على يعني شرب الخمر. ولذلك أم المؤمنين عائشة فيما يرويه البخاري رحمه الله تعالى تقول: لو أنزل أول ما أنزل من القرآن، ونحن في مكة يعني، لو أنزل أول ما أنزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقالوا، أي لقال المسلمون العرب الذين آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقالوا لا ندع الخمر، ده جزء في تراثنا وفي ثقافتنا وفي نفوسنا، أصبح متمكن منا كعادات وتقاليد، وأصبح منا العسير نحن نتركه بمجرد قول يعني أمر هكذا. إنما يحتاج العرب، يحتاج المسلمون إلى أن يؤهلوا أيوة. ويتهيأوا مزبوط. ويهيأوا لقبول مثل هذا الحكم ويتعودوا. فإذا بإجمال، ونحن نتكلم عن مقصد حفظ المال، بأن الشريعة الإسلامية كغيرها من الرسالات السماوية قصدت إلى حفظ المقاصد الكلية الخمسة التي ذكرناها: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وهذا القصد من الشرائع لأجل أن المجتمعات لا تستقيم في حياتها استقامة حقيقية، ولا يمكن أن تكون هناك يعني حياة حقيقية إلا إذا حافظنا جميعا نحن على المقاصد. في سياق الحفاظ على المال مستوجب أن يحافظ الشخص على المال العام، أن يعتني تماما أنه ما يبقاش يضيء الكهرباء بالنهار، يعني ما يعني لو لقى حنفية مفتوحة يقفلها، لو بقى يعني أنا أقصده دائما أبدا بعينه وعبادته كده على إيه، على المال العام، لأن المال العام في الأخير هو فيه مصلحة لعموم المسلمين. هو المال العام أشد حرمة من المال الخاص، يعني الأحكام الشرعية التي ارتبطت بالمال العام الذي ليس مملوكا لأحد بعينه وإنما مملوك للجميع وتديره الدولة لصالح المجموع. هذا المال العام لو أننا دققنا النظر في الأحكام الشرعية الآتية لحمايته وحفظه وكيفية التعامل معه لوجدنا أنها أعظم بكثير جدا من حمايته للمال الخاص. ولذلك
نحتاج إلى أن نعود مرة ثانية لبعث هذه الأخلاقيات في التعامل مع المال العام، ولبعث هذه الأحكام الشرعية للتعامل مع المال العام، كأنه المال الخاص، بل هو أشد خطرا من المال الخاص، لأنه بطبيعة الحال المال الخاص أنا بنحميه بمقتضى ملكيتي له، والمال العام الملكية يعني للجميع. فيمكن يكون في جانبه التفريط وعدم المبالاة في بعض الحالات، ولذلك الشرع شدد كثيرا في المال العام أكثر من تشديده في المال الخاص. المشايخ هم بيتعاملوا مع هذا قضية المال العام كانوا من الحصافة بالمكان، وإحنا أدركنا بعض مشايخنا يعني رحمهم الله وإحنا لسه يعني معيدين في الجامعة صغيرين في بداية الطريق، وجدنا في الحقيقة ومفيش حد شايفنا يعني عفوا يعني وجدنا أولا التحري، تحري المال الحلال بشدة، يعني يمكن لو مع أنه كريم جدا ويمكن ينفق الراتب في أو نصفه على وجدنا كرم كان كبير يعني ينفقه على العمال وعلى الموجودين وهدايا وغير ذلك بالنسبة لمن معه في القسم العلمي. ومع ذلك عندما يدقق في الاستمارة، كان زمان الاستمارات بيبص عليها ويشوفها أنا خدت لي ليه، فالموظف يقول والله أنت خدتها في بدل كذا، ورأيت بعضهم يقول لك لا طب اشطبني من حته ديت لان ما قمتش بالعمل ده، خدت بال ستك؟ قال لا طب انت ما حدش شايفك وما حدش هيحاسب، ده امور يعني اوراق موجوده مستندات موجوده، لكنه يريد الا يدخل في جوفه ولا في بيته الا المال الحلال محضا. وجدناهم في حفاظهم على المال العام، واحنا كنا بنكتب زمان في بعض التدوينات يعني في امور الكنترول والاوراق بنكتب الرصاص وبنكتب الجاف، فلما نكتب الجاف في اخر الكتابه واحنا ماشيين الشيخ ده يقول حط الغطاء بتاع القلم. لا ليه؟ قال عشان ما يجفش الحبر بتاعه يعني تجي تكتب تاني يكون سهل. ليه هذا؟ قال لك اصل دي مال عام يا ابني، ده مال عام تحافظ عليه وتحميه وتحط يا ابني في المكان الفلاني عشان ما يضيعش منك. لا احنا وجدنا دروس وان كانت خفيفه وان كانت في امور يسيره لكنها درس ومؤشرات اخلاقي عالي المستوى، مؤشرات في التعامل معه. كانه هو بيقول لي ايه، اذا كنت انا بننبهك يا ولدي للتعامل مع هذه الجزئيات البسيطه ومع المال العام في صورته القليلة جدا، فأنا أعطيك الدرس لأن تحافظ على المال العام في صورته الكبيرة، فضلا بقى عن جرائم الفساد اللي احنا درسناها، الجرائم اسمها جرائم الاعتداء على المال العام، الاختلاس والرشوة وغير ذلك من الأمور التي يفعلها الموظف العام. الحقيقة لا، وجدنا تحذيرا شديدا من الشرع الشريف. فأولا الشرع الشريف دعا إلى تنمية ذلك المال واستثماره، أي كافة صور الاستثمار، وأوجد عقودا كبيرة جدا في تداول الملكية وفي تداول المال استثمارا، وجدنا الشركات وجدنا المرابحة وجدنا المضاربة ووجدنا عقود السلم التي هي نوع من أنواع التمويل والاستثمار في الوقت نفسه، وجدنا عقودا كثيرة جدا، بل وجدنا عقودا خاصة بحفظ المال عندما يعني يخشى الإنسان على ماله من شيء معين ظرف ما، فإنه أوجد الوديعة التي هي ترجمت في صورة معاصرة في عمل البنوك شهادات الاستثمار في إيداع الأموال والودائع. مظبوط، الإيداع إما للحفظ وإما في صورة حساب جاري، وده هنسميها يعني إيه وديعة بالمعنى الشرعي، لان هو مش موكله في استثماره، واما في صوره ان انا موكله في استثماره يعني اعطيت البنك هذا القدر من المال ليستثمره يعني ليستثمره. فكل هذه الامور في الحقيقه الاسلام جاء باحكام منضبطه في هذا الاطار، حتى ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى المدينه المنوره في اطار ضبطه للحياه الماليه وللتعامل المالي وللعقود الماليه، وجدناه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة
أهل المدينة كانوا عندهم النخيل، يعني الثروة الزراعية مش موجودة في مكة تقريبا، لكن كانت موجودة في المدينة المنورة. فعقد خاص بالمدينة بيعمل إيه صاحب النخل وصاحب الزرع ما عندوش السيولة النقدية، فيروح لفلان الفلاني اللي عنده قدر من المال النقدي لدراهم ودنانير ويبيع له يعني ايه كمية من المحصول اللي ممكن يجيله من هذه. فكان فيها نوع من الغرر، نوع من ايجاد المنازعات لانها مش منضبطة. فرسول الله اول ما وصل الى المدينة المنورة ووجد هذا التعامل المالي العقدي وجده، فقال صلى الله عليه وسلم معدلا لصورة التعاقد إلى صورة منضبطة تحمي المال وتحمي التعاقد وتحقق الهدف من هذا العقد، فقال ولا توجد نزاعا طبعا بين العاقدين. فقال صلى الله عليه وسلم للناس جميعا ولنا فيما من بعد صحابة رسول الله، قال من أسلم فليسلم، يعني من أعطى نقودا وأسلف وسلف هذه الأموال وباع بها وسلم النقود الآن، من أسلف فليسلف أو من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني فضبط هذه المعاملة ضبطا دقيقا يحقق الهدف من هذا العقد الجليل. هذا الضبط النبوي الشريف لضبط العلاقة ويضرب مثلا، عشان كمان لما بنعمل عقود تكون منضبطة وقتا وسدادا ومدة، وبالتالي لا تحدث منازعات. نخرج لفصل قصير ونرجع عشان نستفتي مولانا الدكتور شوقي علام في من يتغنى بالقرآن، هل هو حرام؟ هل يجوز؟ نخرج لفاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. وكان سؤال مفتتح هذه الحلقة عن الجمعيات الخيرية، وقلنا هل التبرع إليها مستحب وهل يقدم على التبرع للشخص العادي اللي هو التبرع الشخصي، خاصة نحن في إزاء الحقيقة يعني تحالف مهم جدا بيطلق شعارات مهمة جدا كتف بكتف وبيحاول يوصل لكل الناس حتى يوفر لهم بعض القوت الضروري. أهلا بك مولانا. أهلا. هذا الموضوع الحقيقة يعني كثير من مشايخنا الأفاضل يحبزه ويحض عليه، وهناك بعض الآراء أيضا ترى أن العلاقة الشخصية في الصدقة أو في الزكاة مفضلة على العلاقة التليفونية أو عن طريق الجمعيات الخيرية. تفضل. هو بطبيعة الحال سيادتك يعني هناك يمكن أن نقول همة وطفرة في دور الجمعيات الخيرية التي تعمل في مصر في إطار القانون المصري الخاص بالجمعيات، وفي إطار أيضا الشفافية التي بين هذه الجمعية وبين يعني المتبرعين المتطوعين، وبين من جهة أخرى المشروعات والأموال التي تصل إلى جهة الاستحقاق. يعني هناك شفافية وجدناها في هذه المسائل، ولذلك حتى الحس الجماهيري وحس المزكين والمتطوعين والمتبرعين والمتصدقين استشعر بأن هناك جدية وهناك شفافية، وأن هذه الأموال تصب في صالح الطوائف المستحقة وتصب أيضا في صالح المجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والدليل على ذلك هذه الكمية الكبيرة جدا من الأموال التي ترصد في موازنة أو في حسابات هذه الجمعيات. القضية مش قضية شرعية، القضية الشرعية في إعطاء هذه الجمعيات أو عدم إعطائها قضية محسومة، لأن هي في من قبيل الوكالة، يعني أنا أوكل هذه الجمعيات نيابة عني أنا كمزكي أو كمتصدق أو كواقف أو كمتبرع أيا كان المسمى وأيا كان الوصف، فإحنا حنكيفها أو نحطها ضمن وكالة. فيجوز للإنسان أن يزكي بنفسه، يعطي زكاة أمواله بنفسه ويده إن كان هناك مجال لذلك وقادر عليه، وطبعا ده يعني يكون في الخفاء، فضلا عن الخفاء بيكون فيه تحقيق لمعنى روحي
عند الإنسان في أنه لامس بالفعل حياة هؤلاء الناس ونظر في أحوالهم ويعني دعوا له اطلع عليهم واطلع وغير ذلك. وده يمكن في صلة الأرحام يحبز ويحبب أن الإنسان يبحث عن أقاربه، أو أولا إن كان في العائلة فيهم فقراء، وبلا شك ما فيش عائلة يمكن أن تخلو من فقير أو مسكين، فبيكون الزكاة في هذه الحالة عندما يسلمها بنفسه أو يسلمها عن طريق وكيل بس لهؤلاء، في الحقيقة بتكون صلة وقربة لله سبحانه وتعالى. جميل. قربة لله سبحانه وتعالى وصلة للأرحام. جميل. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على القريب صدقة صلة وقربة لله عز وجل. فما فيش مانع ان احنا نودي للجمعيات، وما فيش مانع ناخذ جزء من اموالنا ايضا نعطيه لاقاربنا واهلينا وهكذا. المهم في النهايه احنا المصلحه واحده، ونحن نغني الفقراء باي وسيله من الوسائل عن ان يسالوا او ان يتكففوا الناس وهكذا. ايه علاقه الزكاه واعطائها للجمعيات او توزيعها بقضيه حمايه المال وحفظ المال الموجود في الشريعه؟ يعني هل الزكاة والصدقات بتخش في هذا الإطار؟ الحقيقة لما بحثنا المسألة وجدناها تدخل في علم جديد اسمه علم الاقتصاد الاجتماعي، وده علم جديد في العصر الحاضر. إيه فكرة الاقتصاد الاجتماعي ده؟ يعني أن توجه بعض من رؤوس الأموال في خدمة مجتمعية، بحيث إن هذه الرؤوس من الأموال أيا كانت صفتها بقى، هتسميها زكاة عندنا أو أموال يعني في صورة منح وفي صورة كذا، بتعطى لطوائف معينة. هم يقولون بأن هذه الأموال التي تعطى في صورة منح، في صورة تبرعات، في صورة هبات، في صورة صدقات، في صورة زكوات، في صورة وقف، مردود وقف يعني أو ريع الوقف، أيا كانت الصورة التي تعطى فيها لطوائف معينة محتاجة في المجتمع، يقولون بأن هذه الطوائف هي أكثر الطوائف استهلاكا. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا بمجرد إعطاء الزكاة للفقير والمسكين بنجد بأنه يقضي حاجاته التي هي ضرورية بالنسبة لهم. أيوة. وبناء على ذلك، طيب إذا أوجدنا هذه المساحة للفقراء والمساكين وأعطيناهم، بلا شك أنهم سيقبلون على المنتجات الموجودة والبضائع الموجودة وما يمكن أن تقضى به حاجتهم ويشترون، لأن المال أصبح ملكا لهم. الزكاة تمليك، يعني لما بنعطي الزكاة احنا ما بنمنش على الفقير ونقول له طب خد كزكاة، خد احنا هبة منا هيت، لا، ده احنا بنعطيه زكاة يعني واجب علي أو واجب على الأغنياء، وهو حق لهذا الفقير بمجرد أن يتسلمه فأصبح مالكا له، بيتصرف في ملكه كيفما يشاء. إيه مردوده في هذه الحالة على الحالة العامة الاقتصادية في البلد، على الحالة الاقتصادية في مجتمع ما، في قرية، في غيره؟ إن بالفعل البضائع أو السلع بتقل نظر لشراء هؤلاء، ونظر لأنهم أكثر الفئات قابلية للاستهلاك. مظبوط. بيعود ذلك على المنتج الذي قل في السوق، بنحتاج إلى نحن ننتج، فبيعود على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المشروعات في أن مشروعاتهم بتمشي تاني مرة تانية من جديد. وهذه نظرية يعني نادى بها الكثير من علماء الاقتصاد. ففي النهاية الزكاة وإن لم يكن لها يعني عنوان كبير تحت حماية المال مباشر، إلا أنها من طريق غير مباشر تحمي المال وتنمي المال. ولذلك يمكن ده تفسير، مش عايزين بس يعني نحمل النص الشرعي، لكن يمكن أن نلتمس تفسير في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. كيف هو ينقص ماديا؟ يمكن هذا المعنى يفسر لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، لأن المردود الغير مباشر الذي سيعود عليك أيها المتصدق، أيها المزكي، صاحب المشروعات وصاحب رأس المال، أي هذا المردود الغير مباشر سيعود على مالك بالنماء مرة ثانية عن طريق دوران عجلة الإنتاج.
قبل الفطار مباشرة بعض الشباب بيوزعوا بعض المشروبات بعد اللي هو على طريقة اجرح صيامك يعني، مأجورين طبعا. ده ليه مسلك يعني حميد جدا جدا ومحبب حتى الى النفس، يعني ان اولا ان ابننا العزيز واخونا الكبير وابونا الكبير ايضا يقف هكذا ويدعو الناس الى، وكأنه يستحثهم على الافطار عنده حتى ولو كان على شربة ماء، فضلا عن انه بيوزع عصاير وحين بيوزع يعني بلح وتمر وغير ذلك. ولذلك يصدق عليهم، والناس فاهمة الدين، فاهمة هذه القضية، فاهم كويس يعني الشعب المصري بهذه الثقافة السائدة بينه، هو يطبق هذه الأحاديث الشريفة في صورة بسيطة جدا. لما يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له، كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. فيقول الصحابة: وكلنا يا رسول الله لا يجد ما يفطر به الصائم. قال: من فطر صائما ولو على شربة على تمرة أو على شربة ماء أو على مزقة لبن كان له مثل هذا الأجر. فالشعب المصري ترجم هذه الى في صوره الوقوف على الطرقات ووزع. وما اجمل هذه الترجمه الشعبيه المصريه لهذه الوصيه النبويه الشريفه. انا بشكر الدكتور شوقي علام، وان شاء الله نلتقيكم غدا ورمضان كريم.